وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السعودية، كما وجه بالطلب من السفيرة السعودية في بغداد مغادرة الأراضي العراقية ردا على تكرار سماح الحكومة السعودية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت توقيف 20 متهم من المشاركين في الاعتداء على سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم. كما قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال حادثة حرق السفارة السعودية، وكانت السلطات العراقية قد قررت إحالة المتسببين في حرق السفارة إلى القضاء وإحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. هذا وعقد مجلس الوزراء العراقي اجتماعا طارئا على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق نسخة من المصحف الشريف وحادثة حرق مقر السفارة السويدية في بغداد. وأدان الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حرق مقر السفارة السويدية واعتبره خرقا أمنيا لابد من معالجته على الفور، لكنها هددت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع السويد إن تقررت أو تكررت هذه الحادثة مرة أخرى. حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السويد من مغبة السماح بالإقدام على حرق العلم العراقي والمصحف الشريف مرة أخرى. وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عدائها للعراق بإعطائها الموافقة على حرق علم العراق. وأضاف الصدر أنه ينتظر تحركا رسميا من السلطات العراقية قبل أي تصرف خاص به. من بغداد رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي. دكتور مناف أهلا بك. دكتور، تعليق سريع على هذه الأزمة، إلى أي حد يمكن أن تتوقع أن تصل بشكل أو بآخر هذه حرق السفارات يعني؟ أستاذ محمد، في البداية نحييك وأحيي جميع متابعي ومشاهدي قناة العربية الحديثة. لا يمكن أن يعني نتحدث اليوم عن هذه الإشكالية يعني باعتبار أن اليوم ردة الفعل كانت نتيجة للتجاوز المستمر، ويعني سماح الحكومة السويدية بعملية التجاوز على القرآن الكريم. وأعتقد أنها نعم دكتور مناف. طيب يعني ربما كان دخول مقتدى الصدر، أنا كنت أريد الحقيقة إلى أي حد يمكن دخول سيد مقتدى الصدر على خط هذا الخلاف، يعني يمكن أن يكون البعض يقول أنه سيوتر الأزمة أكبر يعني. لا، السيد الصدر يعني من البداية كان نعم. واضح في هذا الموضوع، دعا إلى أن تكون هنالك تظاهرات سلمية، وأعتقد أن التظاهرات مستمرة لحد هذا اليوم، كانت تظاهرات مليونية رافضة لعملية يعني حرق القرآن الكريم. لكن اليوم تكرار هذا الحدث وموافقة الحكومة السويدية على هذا الموضوع، أعتقد هي من يعني هي من أزمت الموضوع. أما بالنسبة إلى السيد الصدر، فأنا أتحدث دائما أقول أن السيد الصدر لحد هذه اللحظة هو معتزل للعمل السياسي، لكن السيد الصدر من الممكن أن يعود لما شعر أن هنالك خطرا يعني يمثل القيم الإسلامية، أو أن هنالك خطرا يمثل الوحدة الوطنية العراقية، أو أن هنالك خطرا قد يعني يؤثر على الحياة المجتمعية العراقية وعلى يعني حياة المواطن. لذلك نلاحظ تدخل السيد الصدر
كان الأول على مستوى العالم الإسلامي وطالب بأن تكون هنالك تظاهرات سلمية، وأكد على طيب دكتور مناف، ربما يكون هناك سؤال يتعلق أن الحكومة أحالت الذين يعني اعتدوا على السفارة السويدية للقضاء، فإذا كان فيهم أطراف من الصدر هل تكون هناك أزمة؟ هذا الحدث والتجاوز الذي أيضا وصل إلى حبط العلم العراقي أو التجاوز على العلم العراقي والتأكيد، نعم. يعني هذه إساءة واضحة بعلم الحكومة السويدية وموافقة الحكومة السويدية، لذلك كانت تغريدة السيد صدر اليوم واضحة مطالبة الحكومة أن تتخذ إجراءات رادعة وقوية، وأن يعني أن تتوقف عن الشجن والاستنكار، وأن تكون يعني إجراءاتها أقصى من هذا من خلال مثلا عملية طرد السفيرة غلق السفارات غلق العلاقات التجارية ما بين العراق والسويد، وهذا أقل عمل من الممكن أن تقوم به الحكومة يعني تجاه مثل هذا التجاوز والذي كان بعلم. طيب أنا بشكر الدكتور مناف مرة أخرى، شكرا جزيلا دكتور مناف. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.